اختزال نزع ماء هدرجة. الأسئلة كتير كده. طيب نشوف برضو ده، لو أنا فعلته مع اتش بي ار، نعم تاني اللي تاني اللي تاني مش عارف تاني ايه، بس نقطع حاجه بعدين. احمد عايز ايه احمد؟ اكتب كده انت عايز ايه؟ تاني مين؟ تعال اظهر لك الجزئيات ديت. لما يطلب منك يا جماعه عدد مولات الهيدروجين، يعني مثلا جبت لك واحد سي وسي 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 مثلا اهو، قلت لك ما عدد مولات الهيدروجين اللازم للتشبع ده؟ اثنين اتش، هيبقى اتش تونه واتش تونه. طب ما عدد مولات ذرات الهيدروجين؟ ما هنا اثنين وهنا اثنين واربعه. انما لما اجي اسال اقول لك ما عدد جزيئات الهيدروجين اللازم للتشبع، هتقول لي كام رابطه؟ اثنين بس في عدد ده. طب ما عدد ذرات بس؟ هتقول لي 2 باي، تمام؟ وكل واحدة باي محتاجة ذرتين هيدروجين في 2 في عدد ايه؟ افوكادو. يبقى امتى اضرب في عدد افوكادو؟ لما يطلب مني الذرات او يطلب مني الجزيئات. انما لما يقول لي مول، طب افرض جالك جاب لك جزيء واحد وقال لك الجزيء ده محتاج كم مول؟ واحد بس، او محتاج كم هيدروجين؟ يعني قلت لك كده وقلت لك ايه؟ ان هو محتاج كام هيدروجين؟ حسب الاختيار اللي جاي عندك. لو ضفت اتش بي ار للالكين، خلي بالك انا عندي في حاجه اسمها الكين متماثل وفي حاجه اسمها الكين غير متماثل. اللي بينطبق عليه قاعده مالكينو كوف هو الالكين الغير متماثل. طب انا اعرف منين ان هو متماثل ولا غير متماثل؟ تعال بص على الرابطه الثنائيه. ماليش دعوه اللي على الشمال ولا ليك دعوه اللي على اليمين. اللي على الرابطه الثنائيه ده هم اهي. مين؟ يا طول. ده دلوقتي يا جماعه احنا كنا بنتكلم في ايه؟ في فرق بين الكين متماثل والكين غير متماثل. طيب الالكين المتماثل اعرفه ازاي؟ والالكين الغير متماثل اعرفه ازاي؟ انت لو جالك الكين من الحيطه للحيطه مالكش دعوه غير بالرابطه الثنائيه، روح بص على الرابطه الثنائيه، شوف على الذرتين الكربون اللي بين الرابطه الثنائيه دي ودي، اي حاجه مكتوب هنا ماليش دعوه، اي حاجه هنا مكتوب ماليش دعوه. بيوتانول طبعا مثلا مين؟ بيوتانول. طيب سيب، ما سمعتش السؤال اصلا، هخلص ده واقول واشوف السؤال. ينفع الاثنين؟ الاثنين ينفعوا. طبعا ده هنا ده رابطه ثنائيه اهي. طب تعالى الكربونه دي عليها كام اتش؟ عليها اثنين. طب الكربونه دي عليها كام اتش؟ عليها واحده. يبقى ده الكين غير متماثل. وينطبق عليه قاعدة ماركينو كوف. اكسر الرابطة، حط اتش مع الكتير والباقي مع القليل. عايز تضيف أي متفاعل غير متماثل لألكين غير متماثل، اكسر الرابطة، حط الاتش مع الكتير. يعني مثلا ده لو جيت أشوف ده، هتقوم كسر الرابطة، أدي سي اتش 3 وأدي سي اتش كسرت رابطة، وأدي سي اتش 2 كسرت رابطة. ده ألكين غير متماثل. حط الاتش مع الكتير وحط البي ار مع مين؟ مع القليل. ممكن يجي لك سؤال يقول لك اي المركبات التاليه ينطبق عليها قاعده ماركينو كوف؟ لو قلت لك مثلا هل تنطبق قاعده ماركينو كوف على 2 بيوتين؟ تعال نشوف. بيوت ميس ايس بروب بيوت. اين رابطه ثنائيه. 2 يبقى انا اهو كمل اتشاتك دي، معلش حاجه حط 3، دي ما رابطه حطها مع اتش، ودي 3 وحط ان اتش. نيجي نبص نلاقي اهي
ذره الكربون ديت على اتش واحده، ذره الكربون دي على اتش واحده، يبقى ده لا ينطبق عليه قاعده ماركينو كوف. اه ماشي يا جماعه، انت مالكش دعوه بالكربون، انت بتشوف ذرتين الكربون، انت مالكش دعوه هنلاقي دعوه بدهم. دهم اللي بين الربط دهم، دي عليها 2 اتش وده عليها واحده يبقى غير متماسك، ده عليها 2 وده عليها 2 يبقى متماسك. كي قلت لك هدركته. طيب ممكن اضيف له بي ار 2 ماء البروم الاحمر. ماء البروم الاحمر ده بيستخدم في الكشف عن الرابطه الثنائيه حيث بيزول اللون. زي ما قلنا هنعمل ايه؟ هنكسر رابطه ادي سي وده سي، حط بي ار وحط بي ار. بس في شويه حاجات كلام هنا بقى. امتى اللون يزول؟ لو عدد مولات ماء البروم قد الروابط باي او اقل. مش فاهم. لو جبت لك سي وسي 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 مركب اهو، في 2 رابطه باي، ماذا يحدث لماء البروم عند اضافه مول واحد؟ هيزول اللون. هكسر دي واحط بي ار وبي ار. طب لو 2 مول هيزول اللون، انما لو 3 مول مش هيزول اللون. ليه بقى؟ لان انا بضيف 3 مول، ده ياخد مول وده ياخد مول، يتبقى عنده واحد، يبقى اللون بيخف. يبقى امتى اللون ماء البروم يزول؟ في حالتين، لو عدد مولات ماء البروم اقل من الروابط باي او بتساويها، انما لو اكتر ماء البروم ما بيزولش. طيب نعمل لده هيدره حفزيه. اي الكين في الدنيا بعمل له هيدره حفزيه، معنى كلمه هيدره حفزيه يعني بضيف ميه، بس الميه الكترود ضعيف لا يستطيع كسر الرابطه، فبنحط له عامل حفاز اللي هو مين؟ حمض الكبريتيك H2SO4. بعم بضيف له H2O اسمها هيدره حفزيه عند 110. يعني بضيف ميه على رابطه ثنائيه، وانا لسه قايل لك دلوقتي اي رابطه في الثنائيه تعمل فيها اكسرها، يبقى انا هكسر الرابطه. تمام؟ فيديني سي ار وهنا سي وهنا اتش وهنا ار وهنا او اتش. ايوه. ايه ده بقى يا نجم بقى؟ ده فيه او اتش. ايوه. بس الاو اتش على ذره الكربون عليها اتش واحده، يبقى ده كحول ثانوي. ده كحول ثانوي. هل كحول الثانوي قبل الاكسده؟ ايوه. ما انا عندي كحول اولي، كحول ثانوي، كحول ثالثي. الكحول الاولي بيتاكسد على مرتين، كحول الثانوي بيتاكسد على مره واحده، كحول ثالثي ما بيتاكسدش. ما ناتج اضافه برمنجانات البوتاسيوم ل 3 ميصيل 3 هيكسانول؟ من غير ما تفكر، هو ده قول يعني كحول. طب ده كحول اولي ولا ثانوي ولا ثالثي؟ هنكتبه. لا انا عايزك تعرفه من غير ما تكتبه. لو جالك في اسم الكحول فيه واحد اول، يعني واحد هيكسانول واحد بنتانول، ده كحول اولي وانت مغمض، او ما يجيش واحد. لو جالك رقم غير الواحد يبقى عندك احتمالات، يا يكون كحول ثانوي يا يكون كحول ثالثي. انا عايزك تعرف نوع الكحول من اسمه. يبقى لو في واحد يبقى ده كحول اولي. طب لو في رقم غير الواحد، يعني 2 هيكسانول 3 هيكسانول رقم غير الواحد، يبقى عندي احتمالين، لا يكون كحول اولي ثانوي لا يكون ثالثي. طب اعرف منين؟ لو في رقم بس من غير تفريعه يبقى ثانوي. طب لو لو في تفريعه، لو التفريعه مختلفه عن الرقم بتاع الكحول يبقى ده ثانوي. يعني مثلا لما اقول لك 3 ميصيل 2 بيوتانول، اصبح الاو اتش على رقم 2 صح، والميثان رقم 3، يبقى ده كحول ثالثي، كحول ثانوي.
انما لما اقول لك 2 شلت دي وخليتها 2 بقى الاثنين عليها او اتش تحت وعليها ميثيل فوق، يبقى الكربونه بتاعتها ما عليهاش اتش، يبقى ثالثي. يبقى ازاي اعرف الكحول من اسمه؟ الكحول لو في واحد اول او مفيش يبقى ده كحول اولي. لو في رقم بس من غير تفريعه ثانوي. طب لو في رقم وتفريعه، لو الرقم نفس رقم التفريعه يبقى ثالثي، لو رقم الاول مختلف عن رقم التفريعه يبقى ده كحول ايه؟ ثانوي. فانا بقول لك بقى طبق معايا كده، ما ناتج اضافه برمنجانات البوتاسيوم الى 3 الى 2 ميثايل 2 هيكسانول. 2 ميثايل التفريعه على نفس رقم الاول يبقى ثالثي، يبقى لا يحدث له عمليه ايه؟ اكسده، ما بتاثرش فيه ولا اللون بيتغير. طيب كحول ثانوي لما تاكسده بيتاكسد على مره واحده، بدي حاجه اسمها كيتون ار سي او ار، ده اسمه كيتون، او بحط لها المقطع اون. وطبعا ده اكسده وطبعا ده اختزال. يا عم يا ما تستعجلوش بس، الله يهديكم، ما تستعجلوش بس. حاضر حاضر حاضر. هقوله في الايزومر، لما اقول الايزومر اقول لك ازاي تعرف انه ايزو. اقول لك الايزو بالمره. بص يا باشا بالمره كده، لو جيت قلت لك سي 4 اتش 10 او، ده الكان الضعف، واو عندي احتماليه، يا اما يكون كحول يا اما يكون ايثير، يا اما يكون كحول او اتش على الطرف يا اما يكون ايثير في النص. طب تعرف تجيب لي الايزومر بتاع الاربعه دول؟ انا عندي كام ذره كربون؟ اربعه، ادا واحد اتنين تلاته اربعه، حط الاو اتش في الاخر، حط الاو اتش في الاخر، تمام؟ واحد اتنين تلاته اربعه، حط الاو اتش على تاني واحده، تمام؟ واحد اتنين تلاته، خليهم ثلاثه، حط سي هنا وحط او اتش هنا. اصبح الوقت ده كحول اولي. ميس ايز برو بيوت، ده بيوتانول، ده اتنين بيوتانول، ده اتنين ميثايل اتنين بيوتانول، لسه في واحده. ممكن اخلي ايزو، يعني ايه كلمة ايزو؟ يعني اخليهم ثلاثة، واحد اتنين ثلاثة، لسه في كربونة، حط انا سي ونو اتش، ايزو بيبقى واخد الشكل ده، بيبقى ذرة الكربون، بيبقى ذرة الكربون القبل الأخيرة في التفريعة طلع منها اتنين ميثايل، ده أنا بسميه ايزو. وجميع الكحولات ايزو الاوليه، جميع الكحولات الاول يعني الاولي يبقى ايزو، مفيش غير بس كحول ثانوي ايزو اللي هو 2 ميس ايز بروبانول، ده الوحيد اللي ثانوي، لكن اي كحول بعد كده اولي ايزو اولي، مفيش كحول ثانوي ايزو، مفيش كحول ثالث ايزو، هو الكحول الاولي ايزو بس. فده معنى كلمه ايه؟ ايزو. طيب ازاي اجيب ده؟ الايثير، ادي الاو في النص، انا عندي كام ذره كربون؟ اربعه، حط اتنين هنا واتنين هنا، بقى اسمه ايثير ثنائي الايثايل. طب حط او هنا، حط واحده هنا وحط ثلاثه هنا، بقى اسمه ايثير ايثايل بروبايل ميثايل. طب عايز اخلي ايزو او هنا وسي هنا، خليهم اتنين سي وسي، وحط سي اهو، اصبح ذرة الكربون القبل الاخيرة على 2 سي اتش، بقى اسمه ده ايه؟ ايزو، ده ايثير ايزو بروبايل ميثايل. ده بالنسبة للايزومر بتاع الكحولات. يبقى الكحولات لا ايزومر، يا اما يكون ايثير يا اما يكون استر. طيب كمل، بص لي كده يا باشا كده، من واحد بروبانول كيف يمكن تحضير بروبانون؟
اول، ما هو ده اول برضه، بس انا بقول من بروبانول يعني من اولي. ازاي احول اولي لكيتون؟ نخلي بالنا ان الكيتون السي او ايزومر للالدايد، الكيتون ايزومر للالدايد، والكحول ايزومر للايثير، والحمض ايزومر للايستر زي ما ناخد دلوقتي. طيب يلا خليك معايا كده بقى، لو عاوز تحول من اي كحول اولي لكيتون انزع ميه هيديك الكين، اعمل هيدره عند 110 هيديك كحول ثانوي، اعمل اكسده هيديك كيتو. ازاي احول من كحول اولي لكحول ثانوي؟ شيل ميه وحط ميه، كلام فلاح مش كلام علمي. ده يعني ايه كلمه شيل ميه وحط ميه؟ لو عاوز تحول من كحول اولي لكحول ثانوي شيل ميه وحط ميه. شيل ميه يعني نزع ماء عند 180 ورجع الميه تاني عن طريق الهيدره الحفزي. ده بالنسبه، يبقى انا قلت الالكينات وقلت الكحولات. طيب نكمل بعد كده للاحماض. الاحماض اي حاجه اخرها سي او او اتش، ده حمض عضوي. هتكلم الاحماض وقارن بينها الكحولات والاحماض. الاحماض اخرها سي او او اتش، الكحولات اخرها او اتش، الفينولات اخرها او اتش. نيجي بقى للاحماض، ركز معايا في الاحماض ديت لان الاحماض هتكلم عن حاجات كتير فيها. لما نيجي نعمل سي او اتش اف دي اف احمض، الاحماض اخرها سي او اتش، وطبعا عارفين الكلمه بس مش هينفع اقولها دلوقتي. سي او اتش ده اخرها سي او اتش، بسميه حمض. طب الاحماض دي هل مين فيهم اللي درجه غليان اعلى، الحمض ولا الكحول؟ لا الحمض. ليه بقى؟ لان الحمض بيكون ربطتين هيدروجيناتين، يعني لما اقول ار اتنين كحول او اتش وهنا ار او اتش، الاقي ان ده بيكون رابطه، كل اتنين جزيء كحول بيكون ربطتين هيدروجيناتين. انما لو انا عندي حمض سي وسي وهنا او وهنا او اتش وهنا او اتش وهنا او وهنا ار وهنا ار، كل اتنين جزيء كل بيكون ربطتين ايه؟ هيدروجيناتين. يبقى درجه غليان الكحولات اكبر من، وانا بركز معاه في درجه غليان ده يا جماعه، يعني درجه غليان هيجيب لك مركبات وتقارن بيهم. طيب درجه غليان الكحولات اكبر من درجه غليان الاحماض. طب افرض قلت لك مين اللي درجه غليان اعلى، الايثيلين جليكول سي اتش 2 او اتش سي اتش 2 او اتش ولا سي اتش 3 سي او او اتش، مين في دول اللي درجه غليانه اعلى؟ هتقول لي ده حمض وده كحول ثنائي الهيدروكسيد، درجة غليانه اعلى. لا ده درجة اعلى. ليه بقى؟ لان ده بيكون ربطتين ايه؟ هيدروجينيتين، وده بيكون ربطتين هيدروجينيتين. خد بعد كده بقى اللي يفصل بين الاثنين طالما الرابط متساوية، الكتلة الجزيئية، لان الكتلة الجزيئية بتاعت ديت اكبر من الكتلة الجزيئية بتاعت دي، يبقى الايثيلين جليكول اكبر في درجة الغليان من الكحول الايثيلي، لكن ده اكبر من سي 2 اتش 5 او اتش. درجه غليان ده اكبر من درجه غليان ده. ليه؟ لان ده اهو هيكون ربطتين هيدروجينيتين وده هيكون ربطه هيدروجينيه واحده. اقوى يا عم يا جدعان، ما تستعجلوش ما تستعجلوش كل حاجه. طيب بالمناسبه تعالى كده لما اجي ارتب لك من حيث الحمضيه ومن حيث البي اتش بالمره. اقوى مركب في الحمضيه اللي هي الاحماض الاحماض المعدنيه اللي هي اولى اتش، دي احماض قويه، يبقى اي حمض اول اتش اقوى من اي حمض اخره سي او اتش. طب لو جالي حمضين فيهم سي او اتش، يعني حمض عضوي، الاروماتي اللي فيه حلقه اقوى من الالفاتي، بعد كده الفينولات، بعد كده الكحولات، ده من حيث ايه؟ الحمضيه.
طب من حيث البي اتش العكس. طب من حيث البي او اتش، مش عارف انا ليه مصمم ان هو لما يجي يسال هيسالك على البي اتش، لانك انت متعود على البي اتش. وزي ما قلت لكم الاسئله اللي هتيجي اسئله انت حلل قبل كده، بس انت حلل زيها هو هيجيب عكسها، هيجيب حاجه العكس اللي انت متوقعها. علش وخلي بالك اللي انت متوقعه هيحط لك اول اختيار، عشان اول ما تيجي تقرا السؤال عينك تيجي على الحاجه اللي انت متعود عليها. لا ما من حيث الغليان يا جماعه نفس الكلام نفس الترتيب. حمض البنزويك اكتر من الحمض الاروماتي، درجه غليانه اعلى من حمض الالفاتي. يعني مثلا بقول لك ده سي حمض البنزويك، وده سي اتش 3 سي او او اتش، ده بيكون رابطتين هيدروجينتين وده بيكون رابطتين هيدروجينتين، اتساوم خش على الكتله الموليه. ده عدد ذرات كربون فيه اكبر من عدد ذرات الكربون، يبقى درجه غليان الاروماتي اكبر من درجه غليان ايه الالفاتي. لا 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 الحمض 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 كلما زادت رابط الهيدروجين يزيد. بص يا جماعه عدد رابط الهيدروجين يزيد ذوبان يزيد، يعني او اتش بتزيد ذوبان بيزيد وغليان بيزيد. انا لسه قايل دلوقتي كربون يزيد كربون يزيد غليان يزيد ذوبان يقل، تمام؟ تفريعات تزيد ذوبان يزيد غليان يقل. نيجي لده تفاعلاته، ده هو بيتفاعل مع الصوديوم وبيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم وبيتفاعل مع كربونات الصوديوم. الصوديوم بيتفاعل مع اي حاجه اخرها او اتش. يعني مثلا جبت لك مركب، اي مركب جبت لك مثلا ده اهو مثلا، يعني وهنا سي او او اتش مثلا وهنا او اتش مثلا وهنا سي اتش 2 او اتش، ايه الفرق بين الثلاثه او اتش الموجودين هنا؟ الاو اتش ديت دي بتاعت مجموعه الكربوكسيد، الاو اتش ديت اسمها مجموعه فينوليه لانها لازقه في الحلقه، ديت كحوليه لانها مش لازقه في الحلقه. طب لو ضفت هجيب لك المركب ده اقول لك الثلاثه، لو ضفت لده صوديوم ايه اللي يحصل؟ الصوديوم بيتفاعل مع اي حاجه او اتش، هشيل دي واحط ان ايه، هشيل دي واحط ان ايه، هشيل دي واحط ان ايه. طب لو ضفت له ان او اتش، الان او اتش تتفاعل مع الاحماض وتتفاعل مع الفينولات لكن ما تتفاعلش مع دي، يبقى لما اضيف ده لده هحط هنا ان ايه واحط هنا ان ايه. طبعا لو ضفت ده اتفاعل هيطلع هيدروجين، لو ضفت ده اتفاعل هيطلع، يبقى لما اتفاعل يبقى اتفاعل وفره من دي، ايه اللي يحصل؟ هتحط هنا ان ايه وتحط هنا ان ايه ويطلع اتنين ميه. طب لو ضفت ان ايه 2 سي او 3 ان ايه 2 سي او 3 الكربونات ما تتفاعلش غير مع الاحماض، الصوديوم يخش مكان ده ويطلع ميه وثاني اكسيد كربون. يبقى ده لو اتفاعل يتفاعل مع الثلاثه ويطلع هيدروجين، ده لو اتفاعل يتفاعل مع الاثنين دهم بس ويطلع ميه، ده لو اتفاعل يتفاعل مع ده ويطلع ميه وثاني اكسيد الكربون، وده بيكشف عن الحامضيه. طيب لو ضفت له اتش سي ال، الاتش سي ال ما يتفاعلش غير مع مين؟ مع الكحولات بس. تقوم انت شايل ده اهي تمام كله وحاطط مكانها ايه سي ال وتطلع ميه. دول الاربع حاجات. طيب هيدينا ايه؟ هيدينا ار سي او او ان ايه اسمها الكنوات الصوديوم اللي عاملاها عمليه التعادل. اي الكنوات صوديوم في الدنيا تعمل لها تقطير جاف يدي الالكان الاقل منه بذره كربون. وكنت بقول لك دايما شيل سونه وحط اتش، يعني مثلا ما ناتج التقطير الجاف لده سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي او او اتش سي او ان ايه، شيل ده اهي وحط نو اتش.
او بيديك الالكان الاقل من بواحد. ما ناتج التقطير الجاف لهكسانوات الصوديوم ميس ايز برو بيوت بنت هكس شيلو كربون يدي ميس ايز برو بيوت بنت. يبقى اي تقطير جاف يدي الالكان الاقل منه بواحد. طب خلي بالك من الحته بقى من الهكسانول كيف يوم او من البروبانول خلينا من البروبانول كيف يمكن تحضير بروبان وكيف يمكن تحضير ايثان؟ ازاي احضر من كحول الكان قده والكان اقل منه؟ لو عاوز تحضر الكان نفس عدد ذرات الكربون يعني بروبانول بروبين هدرجه يدي الكان. انما لو عايز تحضر اقل يعني هكسانول عايز احضر منه بنتان اعمل اكسده تعادل تقطير جاف. يعني لو عاوز احول من كحول لالكان قده امشي كده، لو عاوز احضر من كحول لالكان اقل منه امشي كده. طبعا دي برضو عشان نكملها بالمره، اي كحول او اي الكان لو عملت له هلجنه، يعني ايه هلجنه؟ يعني بضيف اتش 2. يعني ايه كلمه اتش 2؟ اتش 2 يعني سي ال 2 بي ار 2 اي حاجه. بس خلي بالك الالكان بيحصل له هلجنه بالاستبدال. يعني لما تعمل هلجنه لالكان عدد الذرات ما بيتغيرش، انما لو انت عملت هلجنه، ما هي دي هلجنه، للالكين عدد الذرات بيتغير بيزيد اثنين، لان بيحصل اضافه بدخلهم في بعض، لكن انا بستبدل. خلي من الحته دي، هلجنت الالكان بالاستبدال بتدي نفس عدد ذرات الكربون، لكن هلجنت الالكين او الالكين بالاضافه بتدي ذرات كربون ذرات اكتر. لما اعمل هلجنه للالكين بيزيد بمقدار ذرتين، لما اعمل هدرجه للالكين بيزيد بمقدار اربعه. ده يدينا ار اكس، ده هاليد القيل. هاليد القيل اي هاليد القيل في الدنيا اديله كي او اتش نال. اي هاليد القيل اتش تحلل مائي قاعدي يديني كحول. طب خد معايا السؤال ده كده، ما ناتج التحلل المائي القاعدي لهاليد القيل يحتوي على اربع ذرات كربون؟ ما ناتج التحلل المائي القاعدي لهاليد القيل يحتوي على اربع ذرات كربون وبه ثلاث مجموعات ميثيل. اربع ذرات كربون، ادا واحد ادا اثنين ادا ثلاثة، تمام، ادا الرابعة، وده هاليد القيل بيحتوي على اربعة. هتقول لي ما انا اخليهم كده، لو انا خليته كده ما فيهوش غير مجموعة ميثايل واحدة، يبقى هيبقى كده سي ال، وهنا واحد اتنين وده رابعة، ادا سي اتش 3 ادا سي اتش 3 ادا سي اتش 3. اعمل له تحلل مائي قاعدي، اي هاليد القيل عاوز تعمل له تحلل مائي قاعدي شيل الهاليد وحطه اتش، يبقى اداني كحول ثالثي. ثم امرار الناتج على ثاني بريمنجنات البوتاسيوم، على ثاني كرومات البوتاسيوم، ده كحول، يبقى كحول ايه؟ ثالثي، مش هيحصل له حاجه. ايه الاسئله بتيجي كده؟ الربط بين ده. طيب الاحماض بتعمل حاجه اسمها قسطره. لو ضفت جبت اي حاجه اخرها سي او اتش فعلتها مع اي حاجه اخرها او اتش، زي ما بنقول اي حاجه اخرها كح مع اي حاجه اخرها اح، عشان ما تنساش. يلا ايه اللي بيحصل؟
بيحصل عمليه قسطره. خد او اتش منين؟ اي مركب في الدنيا اخر او اتش ده حمض وده كحول. خد او اتش من هنا وخد اتش من هنا وطلع ميه هيديك ار سي او. دي بتاعت مين؟ يبقى الار سي او دهيت بتاع الحمض. ممكن اكتبها كده اهو او ار. يبقى ده اصله الحمض وده اصله الكحول بسميه استر. ونخلي بالنا ان الاسترات ايزومر للاحماض. الاسترات نفس الكلام نفس القانون. لو عندك جابلك الكين ومعاه 2 او يبقى ده يا اما يكون حمض يا اما يكون استر. ده بدك عدد ذرات الكربون بتاعه. ليه اسالك دلوقتي نعمل ايه؟ اطرح 32 اقسم على 14. لو اعطاك عدد ذراته اطرح 2 واقسم على 3. يبقى لما يديك اي مركب كتله الموليه انا قلت لكم محافظته بمنتهى السهوله. لو اداك كتله موليه الالكان اطرح 2 واقسم على 14، الكين اقسم على 14، القين اجمع 2 واقسم على 14، كحول او اسير الاثنين ايزومر لبعض اطرح 18 واقسم على 14. طب الدايد وكيتون الاثنين ايزومر لبعض اطرح 16 واقسم على 14. طيب ده حمض وإستر ايزومر لبعض اطرح 32 واقسم على 14. دي بمنتهى السهوله ازاي تجيب. طيب لو انا عندي طلب مني على الذرات لان هو هيجيب لك على ذراته. مثلا يقول لك ايه؟ اسمع دي. ما ناتج مثلا اطرح 2 ما ناتج اضافه حمض. ما ناتج اضافه حمض. ما ناتج إضافة حمض به 10 ذرات. يعني عايز حمض في 10 ذرات مع كحول به 9 ذرات. هتقول لي حمض فيه 10 ذرات بطرح 2 واقسم على 3. لما احب اجيب عدد ذرات عدد ذرات ده الحمض بطرح 2 واقسم على 3. يبقى 2 10 ناقص 2 8 نخليها مثلا نخليها 11. 11 ناقص 2 نقسمهم على 3 يبقى 9 على 3 يبقى فيها كام؟ 1 2 3 هو حمض او او اتش. طيب الكحول اللي معاه في 9 الكحول لو اداك عدد ذراته تمام اطرح 3 واقسم على 3 يبقى 9 ناقص 3 6 على 3 فعل 2 يبقى ده الحمض بالظبط اهو. يبقى الكحول سي وسي او اتش. هعمل له مسطره هاخد او اتش من هنا واخد اتش من هنا يتبقى عندي ايه؟ سي وسي وسي و او ده الحمض وسي وسي هنا او طبعا. طب لما تيجي تسمي الاستر بسميه ازاي؟ تعمل نص بتاع الحمض سماها وات وبتاع الكحول سماها ايل. يبقى هنا ميس ايس بروبان وات الايسايل. طيب الاسترات بيحصل لها عمليه حاجه اسمها عمليه تحلل. ثلاث انواع من التحلل. في حاجة اسمها تحلل مائي حامضي. كيف نحصل على الميثانول من الميثانول؟ بص يا نجم النجوة، طبعا مفيش نوعية أسئلة من دي. بص بص طالما أجاوب بسرعة. أنت هتجيب الميثانول من الميثان. يبقى أنت هتجيب الميثانول تعمل له أكسدة يديك الميثانول استلدايت ايثانويك او حمض الاسيتيك. تعمل له تعادل يديك استات صوديوم. استات صوديوم تعمل لها تكتير جاف يديك ميثان. تعالى بقى ميثان ده مش الكان اهو. انا عامل لك كل حاجه عشان مش الميثان ده الكان. ازاي احول الكان لكحول؟ تقوم واخد الكحول عامل له هلجنه يديك هيد القيل تدي له كي او اتش. يعني هنا يدي لك ايه؟ ده الميثان اهو. لو عملت الميثان
سي اتش 4 هفعله مثلا مع سي ال 2 هيديني سي اتش 3 استبدال سي ال، لو ضفت له كي اتش هيديني الميثانول. يبقى انت تحول ده لالكان، وازاي تحول الكان لكحول؟ بعمل له هلجنه وبعدين بعمل له تحلل مائي قاعدي. في تحلل مائي حامضي، في تحلل مائي قاعدي، في تحلل اسمه تحلل نشادري. التحلل الحامضي، بص يا باشا، انا الحمض رحت للكحول قلت له انا عاوز منك اتش عشان اعمل قسطره ويطلع ميه. فالكحول ده زي الصاحب المعفن بالظبط، يديك 10 جنيه واول ما يشم ان انت جيت معاك فلوس قال لك هات ال 10 جنيه بتاعتي خد يا عم. فخليك فاكر ان الاستر جاي منين؟ جاي من حمض خدت منه اتش، وجاي من كحول خدت منه اتش. بس الكحول اول ما يشوف الاستر جاي له حاجه فيها اتش يقول انا عايز اتش بتاعتي، ماليش دعوه. فلو عملت له تحلل الماء حامضي يعني بضيف له اتش 2 او فيها اتش ولا لا؟ ها؟ يبقى لما يجي لك استر وتعمله تحلل اقصد بالنص، رجع الاصل، ادي الار وادي السي وادي الاو ده الحمض، وادي الار وادي الاو ده الكحول، رجع لده اتش. طب ما هنا ده عباره عن اتش و اتش، يبقى ارجع لي ايه؟ وارجع الاتش هنا. تلاحظ ان التحلل المائي الحامضي عكس الاسطره، التحلل المائي عكس الاسطره، هنا حمض وكحول يدي استر وميه، استر وميه يدي نفس الكلام. يبقى اي تحلل مائي حامضي بيدي الاستر وبيدي الحمض وبيدي الكحول. طب تحلل قاعدي، تحلل مائي قاعدي بضيف له ان اتش، اي كحول عندك اي استر اقصد بالنص عباره عن رجع الاصل سي او وار او، ده بياخد ايه؟ عايز الاتش بتاعته اديها له. اتبقى عندك ايه؟ او ان. يبقى اي تحلل مائي قاعدي يدي الكحول ودي الملح الصوديوم للحمض. طب تحلل نشادري هضيف ان اتش 3، اي تحلل الاستر رجعه لاصله عباره عن ار وسي او. خلي بالكم يا جماعه ار دي يعني اي حمض، اي سي اتش 3 وار او من ده المعفن رجع له الاتش بتاعته. اتبقى عندي ايه؟ ان اتش 2 ده اسمه اميد او امايد وكحول. لاحظ معايا كده، اي تحلل ادي ايه؟ كحول كحول كحول. يبقى لما يجي لك تحلل اي تحلل الاستر طلع الكحول والباقي عندك حطه للحمض. طب تعال نجيب مثال. لو انا قلت مثلا ده سي اتش 3 او سي او سي او او سي اتش 3 ده اسمه بنزوات الايصايل، ما ناتج التحلل النشادري لايزومر بنزوات الميثايل. ايزومر، لما تحب تجيب ايزومر مش السي او، هدي هنا وهدي هنا، يعني حط نو سي اتش 3 وحط نوت حاله البنزين. ده بقى اسمه ايه؟ ايثانوات الفينايل. يبقى حاله البنزين لو كان اصلها حمض بقى اسمها بنزوات، لو كان اصلها فينول تمام يبقى سماه فينايل. طيب ايه الفرق بين الاثنين ده وده؟ ما ناتج التحلل النشادري لده والتحلل النشادري لده. عايز تعمل تحلل تعال ده، عايز تعمل تحلل ده، هقوم مرجع سي اتش 3 سي او وحاله البنزين وهنا ايه؟ او. ده بده حاله البنزين ايه؟ وهنا سي او او وهنا سي اتش 3 وهنا او. مش ده الكحول؟ رجع له الاتش بتاعته. مش ده الكحول؟ رجع له الاتش بتاعته. انا بضيف نشادري ان اتش 3 يبقى انا هاخد من ده اتش هنا، يبقى ان اتش 2 وهنا يبقى ان اتش 2 ده اسمه بنزاميد او بنزاميد زي ما تنطقوه.
لا ده اسيتاميد قصدي اسيتاميد او اسيتاميد ده بنزاميد او بنزاميد ده اسمه ابسط الاميدات او الاميد ابسط الاميد الاروماتي ابسط الاميد الايه الالفاتي ده الجزء بتاع الالفاتين لسه الجزء بتاع الاروماتين هناخد بس راحه كده خمس دقايق واكمل لكم ال